الخبر الثاني عن الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضره رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والصحة والعدل والطيران المدني والمالية والتموين، بالإضافة لرئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. الاجتماع ده تناول عدد من الموضوعات المهمة، منها جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع الرئيس السيسي أكد كمان على أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية. كمان وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقا لأفضل الأسعار. المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع بحث أيضا آخر المستجدات الخاصة بإجراءات تأمين المطارات المصرية، وأوضح وزير الطيران المدني إن التأمين داخل المطارات المصرية وصل إلى أعلى المعايير الدولية، وأشار إلى الحرص المستمر طبعا لتحسين مستوى الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة وفقا للإمكانات المتاحة. وأكد أن الإجراءات دي هتساهم في تعزيز مكانة المطارات المصرية على الصعيد الدولي.